بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، وأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم وفق القائمين على هذا المكان المبارك لما هم بصدده من نشر العلم إلى جميع الآفاق، ووفقهم يا رب إلى ما تحبه وترضاه. وفضيلة الشيخ علي جمعة والشيخ عماد والدكتور أدهم تمام والشيخ محمد وجميع القائمين على هذا المكان المبارك، وفقهم يا رب لما هم بصدده من نشر العلم إلى جميع الآفاق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فصل في فروض الوضوء. هذا الفصل هو أول مقاصد الطهارة، وإنما قدمه على بقيتها لأنه أكثر غالبا. وفرض الوضوء مع الصلاة وفرض الوضوء مع الصلاة ليلة الإسراء، لكن مشروعيته سابقة على ذلك، لأنه روي أن جبريل أتى له صلى الله عليه وسلم في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء، ثم صلى به ركعتين، وهو من الشرائع القديمة لخبر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. والخاص بنا الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل، لحديث: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. الغرة تكون في الوجه كالغرة في الفرس، وهو بياض يكون على ناصية الفرس. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والتحجيل يكون في اليدين والرجلين، يعني يغسل الإنسان ما زاد على الفرض، وفي اليدين يشرع في العضد، ويكون هذا نورا له يوم القيامة. وفي القدمين يشرع في الساق، ويكون له نورا يوم القيامة. الوضوء مأخوذ لغة من الوضاءة، وهي النضارة والنظافة. وشرعا أعضاء مخصوصة، غسل أعضاء مفتتحة بنية بشرائط مخصوصة. أركان الوضوء ستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. أن قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: من أنصاري إلى الله، يعني إيه؟ ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة مع قوتك، أي مع قوتك. نعم. الأول من أركان الوضوء النية. النية معناها في اللغة قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. والناس يقولون: أنا داخل للمسجد لأصلي. نعم يا سيدي، أنت داخل تصلي، لا ننكر ذلك، لكن هذا يسمى عزما. أما تدخل المسجد بقى وعندما تقول الله أكبر، هنا موضع إيه؟ النية. النية لها سبعة مباحث
الأول حقيقتها، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، وحكمها الوجوب فيما يشترط فيه النية وهو العبادات، أما القرب فلا تشترط فيها النية كقراءة القرآن وقراءة الحديث وقراءة الفقه مثلا وذكر الله، لا يشترط في ذلك النية، إنما الذي يشترط فقط عدم وجود نية فاسدة كرياء وسمعة وعجب وغير ذلك من أمراض القلوب التي لا تتناهى، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا والسامعين منها. حقيقة حكم محل، حكمها الوجوب، ومحلها أو أول العبادة إلا في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه، بل لو أن الصائم طبق النية فعلا على طلوع الفجر لا يصح صيامه. لماذا؟ لوجوب التبييض، وواجب تقديمها عن فجره وأجزأت في النفل قبل ظهره، لوجوب التبييض يعني إيقاع النية، وجوب التبييض وهو إيقاع النية ليلا قبل طلوع الفجر، وتجزئ من غروب الشمس، وتجزئ من غروب الشمس، وتجزئ من غروب الشمس، يعني يصح أن ينوي الإنسان الصيام بعد الإفطار أو قبل الإفطار قبل ما دامت الشمس غربت. حقيقة حكم محل وزمن، زمنها أول العبادة، كيفيتها طبعا تختلف باختلاف المنوي، فالصائم يقول نويت الصيام، والمصلي يقول نويت الصلاة، والمزكي يقول نويت الزكاة، وهكذا. شرطها الإسلام والتمييز والعلم بالكيفية وعدم المنافي، وأن تكون جازمة، هذه شروط النية. الأول الإسلام، الإسلام إلا في مواضع، وهي فيما لو اغتسلت كتابية لتحل لزوجها المسلم فإنها تنوي، وهذه النية فقط للتمييز وليست للعبادة، والدليل على ذلك أنها إذا أسلمت وجب عليها تجديد الغسل ولا يكتفى بهذا الغسل. الإسلام والتمييز إلا في مجنونة اغتسلت من نحو حيض لتحل لمسلم، يعني غسلها زوجها، وهذا الغسل أيضا لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للوطئ فقط. الإسلام والتمييز، وكذلك الصبي إذا أحرم به والده في الحج قبل التمييز، ما حكم هذا الحج؟ هل يصح أم لا؟ الحج يصح، ويوضئه الولي، ويجنبه محرمات الإحرام، ويمنعه من لبس المحيط، ويلبسه إزارا ورداء وهكذا. قل لأحد تعالى يا أخي أعلمك الوضوء، قل كذا افعل كذا، وهذه مشكلة حقيقة بالنسبة
للحجاج والمعتمرين. كثير جدا من الحجاج والمعتمرين يذهبون إلى الحج أو العمرة ولا يفهمون شيئا عن الحج ولا عن العمرة، هذه مشكلة كبيرة. ثم يعودون يخبرون عن أخطاء جسيمة، ماذا نفعل معهم؟ يأتي ويقول تركت طواف الركن، تركت السعي بين الصفا والمروة، تركت رمي الجمار، لم أحلق. هذه أمور خطيرة، فينبغي للإخوة القاصدين الحج أو الاعتمار أن يتعلموا أركان الحج والعمرة ولو بطريقة مبسطة يبسطها لهم العلماء في محاضرات أو في جلسات، ولو حتى بدون ولو بشيء مقابل تفرضه الحكومة أو وزارة الداخلية أو نحو ذلك، لأنها مشكلة كبيرة. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط. بقي المقصود من النية. المقصود من النية تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز رتبة العبادة، أو تمييز رتبة العبادة. الغسل يكون للتبريد وللتنظيف وللجنابة وللعيدين وغير ذلك. فهنا إذا نوى بالغسل تبريدا أو تنظيفا مع السلامة، لكن إذا نوى رفع الجنابة رفعت جنابته، نوى غسل العيد حصل له ثوابه، نوى غسل الجمعة وهكذا. ويجوز ويندرج أي غسل من الأغسال المسنونة مع غسل الجنابة، فلو اغتسل يوم الجمعة من الجنابة ونوى غسل رفع الحدث الأكبر مع غسل الجمعة حصلت له السنة، وبذلك وارتفع حدثه. كيفية المقصود من النية تمييز العبادة من العادة. الصلاة تكون فرضا ونفلا، نويت أصلي الظهر فرضا أو نويت أصلي سنة الظهر، فهذه مهمة النية. بقي شيء مهم جدا، هل يستحب التلفظ بالنية وما فائدته وما حكمه؟ أئمتنا وعلماؤنا الشافعية اختاروا أن النطق بالنية، قالوا ليساعد اللسان القلب، ولم يشترطوا ولم يقولوا لو لم يتلفظ بلسانه فعبادته باطلة، وذلك ليساعد اللسان القلب. وإذا نطق بلسانه وفي قلبه شيء آخر فالعبرة بما في القلب. لو نويت أصلي الظهر وفي قلبي نية صلاة العصر فالمعول عليه ما في القلب. نجد بعض الإخوة ينكرون ذلك ويقولون أن التلفظ بالنية بدعة إلى آخر ما يقولون. يا سيدي، الشيء إذا قال به إمام معتبر لا يكون بدعة، طالما قال به عالم من العلماء، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وأنصح بالأدب مع العلماء وعدم النهش في أعراضهم، فاعلم أن كما قالوا اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في الانتقام من منتقصيهم معلومة.
فلنحذر ذلك. ثم بعد النية، النية تكون عند غسل أول جزء من الوجه، وينبغي أن يقدم المتوضئ نية سنن الوضوء بقلبه مع الاستعاذة، أعوذ بالله من، مع الأدعية الواردة قبل الوضوء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقدم نية سنن الوضوء مع قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكرر هذا الدعاء 3 مرات وهو مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك ينوي بلسانه عند غسل الكفين ويتمم الوضوء كما سنبينه إن شاء الله في السنة. النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وحده طولا ما بين منابت الشعر إلى أسفل منتهى اللحيين، هذا اللحي الذي مبدأه في الذق ومنتهاه عند الأذن، وعليه تنبت الأسنان السفلى، وعرضا ما بين الأذنين. يجب غسل الوجه مع ما عليه من شعور وسلعة وغير ذلك، الشعور إلا باطنة كثيف اللحية للرجل، أما باقي شعور الوجه وهي 20 فيجب غسل ظاهرها وباطنها، غسل ظاهرها وباطنها، إلا إذا كان غير اللحية وخرج عن حد الوجه وكان كثيفا فيجب غسل ظاهره فقط. يعني لو فرضنا أن رجلا هذا الشارب كده غليظ ومش مش مش كده خرج عن حد الوجه، يجب وكان كثيفا يجب غسله إيه؟ ظاهري فقط. شعور الوجه 20، الأول الغمم أو وهو ما على الجبهة، وهو يدل على اللؤم والبلادة خلاف النزع. قال الشاعر: لا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، غم القفا والوجه ليس بأنزع. الغمم 1 عد معي 1 عد 1 والحاجبان 3 والأهداب 4 نمشي عين نمشي العين نمشي عين 7 7 والحاجبان ما احنا عندنا مولانا لا الخدان الخدان 9 والسبالان 11 والشارب 12 والعنفقة 13 والنفكتان الشارب اسمه النفكة نعم 15 15 نعم والسبال العذاران 17 والعارضان 19 واللحم نعم 20 شعور وجه غمم وشارب وعذب عين ثم فوق الحاجب عنفقة مع السبال واللحى وعارضا بعد العذار أصلحا وشعر الخدين ثم النفكتين 20 هاك عدا بغير معين
ولا تاني ولا خلاص؟ ماشي يا مولانا. نعم حاضر، قولها تاني حضرتك. شعور وجه غمم وشارب، وهدب عين ثم فوق الحاجب، عنفقة مع السبال واللحى، وعارضا بعد العذار أصلحا، وشعر الخدين ثم النفكتين، عشرون هاك عدها بغير مين. تمام. عايز تعمل لها في الاخر؟ نعم انا هظبطها ان شاء الله. طيب على مزاجك. انا هحط الصوره. ماشي ماشي. الاول الا ايه؟ باطن اللحيه الكثيفه للرجل. نعم. والكثيفه هي ما لا يرى المخاطب بشرتها في مجلس التخاطب، فيكفي غسل ظاهرها لا لحيه امراه وخنثى لندره ذلك. نعم. واما باقي شعور الوجه فيجب ايصال الماء الى باطنها وظاهرها الا باطن كثيف خارج عن حد الوجه. نعم. ثم بعد ذلك اليدين إلى المرفقين. المرفق، هذا المرفق هو الفاصل بين العضد والساعد، بين العضد والساعد، يجب غسله إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، ويجب إيصال الماء إلى باطن شعر الساعد ولو كان كثيفا، وما عليه من إصبع زائدة أو سلعة. السلعة تخرج في بدايتها مثل حبة القمح أو أقل، وبتكبر ممكن تبقى قد البلية قد الليمونة ونحو ذلك. وكذلك فإن أبين بعض الساعد وجب غسله ايه؟ باقيه الى المرفق. فان سل الذراع من المرفق وجب غسله ايه؟ راس العضد. فان قطع من فوق من العضد استحب غسل باقي العضد، ولا يجب عليه غسل شيء لفوات ايه؟ محل الفرق. فبعد ذلك غسل مسح بعض الرأس. مسح بعض الرأس يجب إما أن يمسح البشرة، وإما أن يمسح شعر في حد الرأس. وضابط حد الرأس ما استرسل من جهة استرساله، هنا كده كده. يعني لو كان الشعر هنا طويل اللي على الناصية هنا هينزل أمام، واللي ورا هيرجع ورا، اللي في اليمين هيجي يمين، واللي في الشمال هيجي شمال. لو في شعرة هنا تمام، لكنها وصلت هنا، هل يجزئ مسح هذا الجزء؟ لا، لأنه من جهة استرساله خرج ايه؟ من حد الرأس. حد الرأس اهو، الشعر اهي في يدي اهي، لو بهذا الطول، لو رددتها الى الخلف هكذا لم تخرج ايه؟ عن حد الرأس. عن حد الرأس. لكن لو مددتها هكذا جاءت استرسالها فين؟ امام ولا خلف؟ نعم امام اهي، يبقى لا يجزئ مسح هذا الجزء. إما أن يمسح جزء من البشرة ولو بعض شعرة، ولو جزء من شعرة واحدة. شعر النساء. نعم. النساء نعم. لا يكفي ذلك، بخلاف
المحرم في التقصير، والفرق أن المقصور هناك في الحج أي قص الشعر أو حلقه، وهنا مسح الرأس وهي ما عليك. يعني المرأة لو كانت في الحج أو الرجل لو كانت المرأة شعرها طويل وجابت مقص كده الضفيرة بتاعتها وعملت عاملة كده بالمقص ثلاث شعرات حلت من الإحرام. طيب لكن هل يكفي لو كانت ضفيرة طويلة مسح هذا الجزء في الوضوء؟ لا. والفرق أن المقصود هنا الرأس وثم في الحج الشعر حلق أقص الشعر أو حلق. بعد ذلك يجب غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئتان بين القدم والساق، وأيضا يجب غسل ما عليهما من شعر وأصبع زائدة وسلعة وكل ما تقدم في اليدين. هذا خامس الأركان. السادس الترتيب. الترتيب بأن يبدأ أولا طبعا بالنية مقرونة غسل الوجه أو غسل جزء من الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. الترتيب هكذا. فلو وضأه أربعة أو قاعد زي الباشا على الكرسي طرب، واحد إيه بيغسل له وجهه، واحد بيغسل له إيديه، واحد بيمسح رأسه، واحد بيغسل له رجليه، أربعة بإذن، ونوى الوضوء، ارتفع حدث إيه وجهه فقط لعدم الترتيب. لعدم الترتيب. طيب لو انغمس في ماء، لو انغمس كده ولم يستقر تحت الماء هل يرتفع حدثه؟ نعم، لأنهم يقولون يمكن تقدير الترتيب في لحظات لطيفة جدا، في لحظات ايه لطيفة جدا، لطيفة جدا. يعني هو عامل كده انظر هكذا لم يكمل ثانية، لم يكمل ايه ثانية. نقول لو كان مطور شغال بيلف في الدقيقة كم لف؟ لا كتير قوي، لا 800. طب 800 على 60 ولا أكثر، في 1000 و2000 خلاها 1200 عشان تقبل الاسم، 1200 يبقى على 60 كام؟ 20 صح. أنا عايز أربع إيه أربع لفات عشان أقدر له الترتيب بيها. هو عمل كده شوف، يبقى هو مكث تحت الماء 5 ثانية. نعم. مثلا قسم الثانية على 5 وفي كل 5 4 لفات ممكن أكثر. يعني إمكان تقدير الترتيب في لحظات إيه لطيفة، لطيفة جدا. ولذلك قال وغصة تكفي وإن لم يستقر. والترتيب لا يجب أيضا إذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر فقط ارتفع حدثه الأكبر والأصغر، لأنهم قالوا إن الصحيح أنه يندرج الحدث الأكبر في الحدث الأصغر نواه أم لم ينوى. يندرج الحدث الأصغر، يندرج الحدث الأصغر. نعم. الحدث الأكبر نواه أم لم ينوى. أم لم ينوى، يعني لو دخل لو اغتسل بس طبعا ما لم يحصل
ناقض للوضوء، يعني يبدأ أولا بغسل فرجيه نية رفع الحدث عن المحلين، ثم يفيض الماء على سائر جسده بنية رفع الحدث الأكبر أو الحائض أو النفساء بتنوي رفع الحدث الأكبر، وبعد ذلك يبقى كده إيه؟ نعم. يطلع يصلي، ولا يجب الترتيب فيه. فإذا نواه كان أفضل، نويت رفع الحدث الأكبر والأصغر برضه ولا أعمال للحدث الأصغر. أما إذا كان يغتسل للجمعة فهل يكفي الغسل إذا نوى الوضوء معه؟ لا، لابد من الوضوء مع مراعاة الترتيب. إذا اغتسل غسلا مسنونا لابد من الوضوء مع مراعاة الترتيب، يبقى بعد ما يخلص غسل الجمعة هو واقف تحت الدش كده زي الباشا، ها، ينوي رفع فرض الوضوء ويراعي الترتيب، غسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ويأتي إيه بسنن الوضوء ثم يغسل رجله. نعم. اتفضل. ماشي حضرتك. أقرأ الشرح بتاع المقاسم. نعم. أقرأ شرح المقاسم. المقاسم بس؟ حاضر. لو احتاجنا حاجة نبقى. حاضر ماشي. وفروض الوضوء، فصل في فروض الوضوء، وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا، وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به. الوضوء. الوضوء. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. نعم. الوضوء الماء الذي يتوضأ به الشخص، هذا يتوضأ به يسمى وضوء. نعم. طب. ويشمل الأول ويشمل الأول ويشمل الأول على فروض على فروض وسنن. وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء: أحدها النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما، وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده، فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث. النية المعتبرة في الوضوء إما أن ينوي رفع حدث من أحداثه، نعم، أو رفع الحدث مطلقا، نعم، أو فرض الوضوء، نعم، أو الوضوء، أو استباحة الصلاة، أو نعم، استباحة مفتقر إليه، أو الطهارة عن الحدث. نعم. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح الوضوء. طيب، لو قال نويت استباحة شيء لا يفتقر الوضوء إليه، فما حكم هذا الوضوء؟ نويت استباحة قراءة البخاري أو قراءة شرح ابن قاسم أو قراءة كتاب كذا، نعم، هل يصح الوضوء؟ كمان مرة. نعم. ينوي استباحة الأول، ينوي رفع الحدث مطلقا أو رفع حدث من أحداثه، نعم، وإن كان غير الذي عليه، وإن كان إيه؟ غير الذي عليه. فلو اجتمع عليه أحداث، نام ولمس امرأة، نعم، ومس فرجة، نعم، يبقى كده ثلاثة أحداث. نعم. لو نوى رفع حدث منها أجزاء. طيب لو نوى غير ما عليه، نعم، هو عليه حدث النوم، نعم، ولكنه نوى حدث رفع حدث اللمس، ننظر بقى، ينظر إذا كان عامدا بطلت، لم يصح لتلاعبه. نعم. وإن كان ناسيا صح. نعم. لأن موجبه واحد ولا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا.
أن ينوي أو ينوي فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث أو الوضوء فقط. نعم. سيأتي في الغسل أنه لو نوى الغسل فقط لا يكفي. فما الفرق بينهما؟ إن الوضوء بهذه الكيفية لا يكون إلا عبادة؟ عفانك الله. الوضوء بهذه الكيفية المخصوصة من غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وسننه وهيئاته لا يكون إلا عبادة. أما الغسل فيكون عبادة ويكون عادة. نعم. أو الطهارة عن الحدث، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح، وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه. والثاني هذا على عن الصحة ماشي موافقين. نعم. لكن هل يثاب أم لا؟ يقول الله تعالى في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فأنا منه بريء هو للذي عمله. وفي الإقناع والضحى قال بعضهم يقول إذا ينظر في الباعث على العمل، إذا كان الباعث لله عز وجل أكبر يثاب بقدره، وإذا كان الباعث على الرياء أو السمعة أكبر فلا ثواب له، وإن تساوي تساقط. وإذا كان، وقال بعضهم بعض العلماء ذكرها في الخطيب، أنه لا ثواب له مطلقا، وينبغي للعبد دائما أن يصحح عبادته وأن يتوجه بها إلى الله عز وجل. نعم. جايبة عندك في الحاشية؟ يا مولانا هشوفها حاضر. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه. أشار بهذه المسألة إلى أنه لا يضر أن يشرك مع نية الوضوء غيرها من نية تبرد أو تنظف. قوله وشرك معه بخلاف ما إذا غفل عن نية الوضوء ونوى تبردا أو تنظفا. خلاص يبقى انتهى. نعم. فإنه لا يصح، لأن ذلك صارف عن النية فليس مستصحبا لها حكما. نعم. ويلزمه إعادة ما ويلزمه إعادة ما غسله بنية التبرد والتنظف فقط دون استئناف الطهارة. لا خلاص كمل. حاضر. والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى. اللحيين. نعم. مقدمهما كم؟ يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن. أهو واحد لواحد ولواحد. نعم. وحده عرضا ما بين الأذنين. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. وأما لحية الرجل الكثيفة. اللحية الكثيفة هي ما لا يرى المخاطب أو المخاطب بشرتها في خلال الحديث، يعني أنا بتكلم ولا أرى بشرة اللحية، هذه كثيفة. والخفيفة ما يرى المخاطب بشرتها من خلال التخاطب. يجب إيصال الماء إلى اللحية الخفيفة للرجل، والمرأة والخنثى، والمرأة
والخنثى يعني لو كانت للخنثى لحية أو للمرأة لحية وجب إيصال الماء إلى باطنها كظاهرها. نعم. وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا. ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. هذا عملا بقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. لا بد أن يغسل من جزء زائد عن الوجه وكذا في اليدين وكذا في الرجلين. نعم. والثالث غسل اليدين إلى المرفقين فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. يا ناس كده فيها واحد شفنا ناس يبقى معوق له دراع كده مثلا يعني مش طويل شبر ولا حاجة يا دكتور. نعم. وتلاقي كله نعم قطعة واحدة وصابع صغيرة كده. نعم. يبقى هذا يعتبر قدره بالنسبة يعني إذا كان الرجل المعتاد أو الإنسان المعتاد المرفق بتاعه بعد 20-30% 40% عدد يأخذ بالنسبة. طب يعني عمرنا لو مثلا شبر يعني يغسل مثلا نص شبر مثلا من ذراعي؟ لا ما هو أنت عندك المرفق بعد نصف الذراع أكثر بعد أكثر تأخذ بالنسبة. يعني تلتين ذراعه مثلا. نعم. تلتين الذراع مثلا ممكن ثلثان. نعم. فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وإصبع السلعة كده السلعة تبقى قد السمسمة. نعم. تكبر قد الليمونة وممكن تبقى قد البرتقال. لا هي سلعة يا مولانا. من شعر وسلعة بكسر السين وهي غدة تخرج بين اللحم والجلد وابتداؤها من الحمصة إلى البطيخة. من الحمصة. الحمص. نعم. الحمص. نعم. نعم. إلى البطيخة. نعم. تكبر يعني زوائد جلدية. زوائد. نعم. ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وإصبع زائدة وأظافير ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. الوسخ الذي يكون تحت الأظافر هل تجب إزالته وهل يمنع وصول الماء وهل يصح الوضوء معه؟ ثلاث مذاهب أو ثلاث آراء. قيل يجب إزالته مطلقا لمن ابتلي بالأعمال أو من لم يبتلى بها، وقيل يعفى عنه في حق المبتلى بالعمل زي الجماعة الصنايعية. نعم. وقيل يعفى عنه مطلقا. جاب الأقوال ده عندك؟ حاضر ما تشوفه. أراها كده؟ حاضر. ده مهم بالنسبة للوسخ تحت الأظافر؟ أيوه. نعم. قيل بالعفو مطلقا. نعم. وقيل بعدم العفو مطلقا وقيل بالتفصيل. نعم. ويجب غسل ما تحتها أي تحت الأظافر، وقولي من وسخ بيان لما تحتها ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به، وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا. نعم. يعني رأي بالعفو ورأي بعدم العفو. طيب. في حق من ابتلي يعني به. في رأي بالعفو مطلقا. نعم. وبعدم العفو مطلقا. نعم. وبالعفو في حق من ابتلي به. نعم. عادها كمان مرة بالراحة كده. حاضر يا مولانا. ويجب غسل ما تحت ما تحتها أي تحت الأظافر، وقوله من وسخ بيان لما تحتها يعني ده على الوجوب بقى ده الرأي الأول. نعم. بيان لما تحتها ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به. نعم. وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا. نعم. نعم.
الرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس، ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة وغيرها. ولو غسل ولو غسل أربعة أعضاؤه دفعة واحدة ارتفع حدث الوجه فقط. يعني لو واحد قاعد محترم كده، نعم، عامل كده، واحد غسل له وجهه والتاني بيغسل له ايده، نعم، والتالت بيمسح راسه، نعم، في نفس الوقت، والرابع بيغسل له رجله، نعم. يبقى ما الذي يرتفع من حدثه؟ الوجه فقط. الوجه فقط لعدم الترتيب. الترتيب، نعم. وعند الإمام الأعظم مالك رحمه الله لا يشترط الترتيب، وعليه فالوضوء صحيح ويرتفع حدثه. ويرتفع حدثه إذ قلد الإمام مالك. نعم. ولا تتعين، ولو غسل رأسه جاذا، ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاذا. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، فإن كان لابسهما وجب عليه إما نزعهما وإما غسل الرجلين. نعم. وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. يعني إذا كان المتوضئ لابسا للخفين بشروطهما، نعم، فيجب عليه أحد أمرين، إما أن يمسح الخفين، نعم، وإما أن ينزعهما ويغسل الرجلين، بس نعم، بشرط طبعا بالخفين أن يكون المسح له جائزا بشروطه التي ستأتي إن شاء الله تعالى. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وإصبع زائد كما سبق في اليدين. والسادس الترتيب في الوضوء على ما، أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، فلو نسى الترتيب لم يكفي. ولو غسل أربعة أشخاص. الشيخ محمد والشيخ عبد الله والشيخ خلف الله والشيخ حسب الله، نعم، أربعة، واحد إيه، نعم، يغسله قاعد محترم كده زي العمدة، نعم، ومدد رجله كده وإيده كده، واحد بيغسله وجهه، والثاني يغسل إيه، نعم، يديه في نفس الوقت، والثالث بيمسح له رأسه، نعم، والرابع بيغسل له رجله، نعم، ارتفع إيه حدث الوجه. لماذا؟ لعدم الترتيب. الترتيب. نعم. لعدم الترتيب. تمام. فضل. وسننه أي الوضوء 10 أشياء، وفي بعض نسخ المتن 10 خصال. نعم. التسمية أو التسمية لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي الله تعالى. نعم. وتستحب التسمية والاستعادة والأذكار الواردة قبل الوضوء 3 مرات وبعد الوضوء 3 مرات. يا إخواني ويا أحبابي، الوضوء عبادة عظيمة الشأن، قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وفي رواية الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم مفتاحها الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يأتي المتوضئ أولا بالأذكار الواردة قبل الوضوء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقولها 3 مرات وهو مستقبل للقبلة، ثم ويقرن نية الوضوء، نية سنن الوضوء، بأول ما يقول بأول إيه الذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجمع بين لسانه وقلبه بنية سنن الوضوء. فإذا بدأ بغسل الكفين نوى بها لفظا، هذا أفضل، وذكر ذلك في الإقناع وغيره. ثم
بعد الفراغ من الوضوء يأتي الدعاء الوارد أيضا بعد الوضوء 3 مرات. تقول السيدة نفيسة رحمها الله تعالى لما علمت بموت الشافعي، كان رجلا إيه؟ رحم الله الشافعي. رحم الله الشافعي. كان رجلا. كان رجلا يحسن الوضوء. يحسن الوضوء. سبحان الله. يظن بعض الناس أن هذا ثناء قليل، ولكن الحقيقة أنه عظيم جدا جدا جدا. نعم. وهو من سيدة عالمة وفقيهة وشريفة من أهل البيت. هو نعم الثناء منها رضي الله عنها على إمامنا الأعظم. نعم. أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه. تفضل. وسننه التسمية أوله وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثناء. نعم. فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها بخلاف. نعم. الأكل أو الشرب. نعم. نسيت البسملة في الأول أتي بها أثناء الأكل. أتي بها في أثناء الأكل. فرغت من الأكل أتي بها بعد الأكل. بعد الفراغ من الأكل. هم يقولون لماذا؟ حتى تعود بركة الطعام. هم يعبروا ليتقايأ الشيطان ما أكل، يعني تعود إليك بركة الطعام الذي أكلته. نعم. والذي كان سرقها الشيطان منك. نعم. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة. الكوع في كوع وفي بوع. نعم. الكوع هذا الكوع. نعم. فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره القرصوع. نعم. والرزغ ما وسط هذا الزن. نعم. من حسر عنه اللحم من الذراع. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيف الزندين، هذا اسمه الساعد، وهذا رأس الساعد أو وهذا الزند أو رأس الزند، 3 عظام هنا. فعظم يلي هذا الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع هذا، وما يلي لخنصره القرصوع، والرزغ ما وسط، والرزغ ما وسط 3 عظام، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا البوع هنا، هذا العظم، هذا الإبهام للرجل، وهذا البوع. يقولون الغبي إيه؟ الذي لا يعرف كوعه. الذي لا يعرف كوعه من بوعه. تفضل. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما 3 إن تردد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا الكفان لهما 3 أحوال، ومعنى لا يدري أين باتت يده لمؤاخذة، يعني إذا كانوا يستجمرون بالأحجار، فربما طافت يده على محل الاستجمار فتنجست، ومحل الاستجمار يعفى عنه بالنسبة للشخص فقط في الصلاة، بالنسبة للشخص فقط في الصلاة. فلو حمله مصل بطلت صلاته. وكذلك لو جلس في ماء قليل بطلت نجس. هنا المطلوب إذا كانت اليدان إذا كان 3 أحوال، أن يتحقق طهرهما، فلا يكره غمسهما في الماء القليل. أن يتحقق نجاستهما. فهو على التفصيل عندهم مرة يقولون يحرم أو يكره أو نحو ذلك. أن يشك فيهما
في نجاستهما وطهارتهما، فهذا يستحب له أن يغسلهما 3 مرات. قالوا ومحل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا إلى غسلهما 3. لماذا؟ لأن الشارع إذا غير حكما بغاية لا يخرج من عهدته إلا باستيفائها، وهو صلى الله عليه وسلم الغاية هنا حتى يغسلهما 3، هذه الغاية. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، فلا يغمس، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. فإذا غسلهما مرة صحيح صارتا طاهرتين ولا ترجس الماء، لكن هل زالت الكراهة؟ لا، بقيت الكراهة موجودة. غسلهما مرتين ثم وضعهما في الإناء، هل زالت الكراهة؟ لا، لم تزل. لا تزول الكراهة إلا باستيفاء الغسلات 3، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم إذا غير حكما بغاية قال حتى يغسلهما 3، وحتى هنا للغاية، فلا يخرج من عهدته إلا باستيفاء 3. الله تفضل. رب لا تارك مولانا. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما 3 إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء، قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ما دون القلتين، قبل إدخالهما الإناء المشتمل، صح كده؟ أي المشتمل على ما دون القلتين، فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء وإن تيقن طهرهما. وإن تيقن إيه بقى؟ طهرهما. لم يكره له غمسهما. نعم. والمضمضة بعد ومحل عدم الكراهة كما قلنا إذا كان تيقن طهرهما مستندا إلى غسلهما 3 مرات. أما إذا غسلهما مرة، نعم صارتا طاهرتين لا بأس، ضع يدك، ولكن إيه، ما زالت الكراهة موجود. غسلهما مرتين طهرتا يقينا، ولكن لو غسلهما في الإناء ما زالت الكراهة موجودة. غسلهما 3 مرات شكرا ولا كراهة. نعم. والمضمضة والاستنشاق. نعم. والمضمضة وتكون بعد غسل الكفين واستعمال السواك، ينبغي للصائم كما سبق أن يستعمل السواك ما بين غسل الكفين والمضمضة. والمضمضة أقلها إدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجاه أم لا، هكذا. نعم. إدخال الماء كده وبلع وابتلع الماء. نعم. هل يحصل أصل السنة؟ يحصل. يحصل. سواء أداره في فمه ومجاه أم لا، فإن أراد الأكمل أداره في فمه وبالغ في المضمضة لتنظيف الفم ثم مجى، إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون إيه، صائما. والاستنشاق وتحصل ويحصل أصل السنة بإدخال الماء في الأنف سواء أجذبه بنفسه إلى خياشيمه أم لا. الخيشوم معناه إيه؟ أقصى الأنف من داخله، وغنة مخرجها الخيشوم. إما هنا أقصى الأنف إيه؟ من داخله. واللا والنون والميم فيهما الغنة،
سواء أكانت متحركتين أم ساكنتين مدغمتين أم غير مدغمتين أم مخفاتين أم مظهارتين، والثابت فيها في حال الإدغام أو التجديد كمال الغنة، وما عدا ذلك أصل الغنة. فإن أراد الأكمل جذبه بنفسه إلى خياشيمه ثم نثره. والأفضل في المضمرة والاستنشاق أنظف الكيفيات أن يستعمل 6 غرفات. نعم، غرفة يتمضمض بها، وثانية أيضا يتمضمض بها، وثالثة يتمضمض بها. نعم. ورابعة يستنشق بها، وخامسة يستنشق بها، وسادسة يستنشق بها. هذه أنظف الكيفيات. نعم. ولكنها أضعفها. نعم. وأفضل الكيفيات أن يأتي بالمضمرة والاستنشاق ب3 غرف. نعم. يتمضمض من كل منها ثم يستنشق لفعل وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل السنة يحصل بأي كيفية كانت. نعم. طيب، إذا كان صائما ولم يبالغ، ولم يبالغ، الرجل كده محترم، خد شوية مية كده قام إيه بس بالراحة، ولكن وصل شيء من هذا الماء إلى جوفه، فما حكم صومه؟ صحيح. طيب لو بالغ؟ لا خلاص فسد. فسد الصوم. طب وجمعهما ب3 غرف أفضل من إفراد إفرادهما ب6 غرف. من حيث الدليل. نعم الدليل. نعم. نعم. والاستنشاق بعد المضمضة ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء. يحصل أصل السنة بإدخال الماء في الأنف. سواء أجذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا. يعني فإن أراد الأكمل نثره. نعم. وبيده خنصر يده اليسرى ينظف ما في أنفه من نعم. أذى. والجمع بين المضمضة والاستنشاق ب3 غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. ومسح جميع الرأس وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليه. كمل يعني إذا كان يريد، لأن رسول الله مسح على ناصيته وكمل على عمامته. نعم. إذا كان لا يشترط العمامة طائية كالبوش، خدت بالك؟ نعم. يمسح جزء من الرأس ويتضمن المس، بس يشترط ألا يرفع رأسه. إيش أقرأ شروطها كده؟ حاضر يا مولانا. أما مسح بعض الرأس مقابل لقوله ومسح جميع الرأس على النسخة الأولى، ولقوله واستيعاب الرأس بالمسح على النسخة الثانية، وقوله كما سبق أي في فروض الوضوء، قوله ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها، قوله كمل بالمسح عليها أي على ما على رأسه من عمامة ونحوها، فالضمير عائد على ما على رأسه من عمامة ونحوها، ويكمل بالمسح عليها ولو لبسها على حدث. وللتكميل شروط 5. الأول أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من العمامة ونحوها، كما أشعر قوله كمل، فلو مسح على العمامة أو نحوها أولا ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة، خلافا للعلامة الخطيب. الثاني ألا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. نعم. والمعتمد أن هذا ليس بشرط، بل قال المحشي
إن مسح جميع العمامة إن مسح جميع العمامة العمامة أكمل. نعم. الثالث إن مسح جميع العمامة أكمل. نعم. أيوة. الثالث ألا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقبل أن يكمل على العمامة أو نحوها. نعم. وإلا احتاج إلى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء الأول. نعم. الرابع ألا يكون عاصيا باللبس لذاته بألا يكون عاصيا نعم بألا يكون محرما بألا يكون عاصيا به أصلا أو عاصيا به لذاته كأن كان عاصيا لها. فيكمل بالمسح في هاتين الصورتين بخلاف ما لو كان عاصيا باللبس لذاته كالمحرم فيمتنع التكميل فيها. لأنه ممتنع من استمرار أيوة من تغطية شعره نعم. الخامس ألا يكون على العمامة أو نحوها نجاسة معفو عنها نعم. كدم براغيث وإن لم تنع التكميل لما فيه من التضمغ بالنجاسة نعم. ومقتضى إطلاقهم جواز التكميل على العمامة مثلا وإن كان تحتها أي شيء عرقية عرقية يعني لو كان طعية فوق طعية نعم ونحوها. ويؤيده تجويزهم المسح على الطيلسان على الطيلسان على الطيلسان ومسح جميع الأذنين ظاهرهما ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد أي غير بلل الرأس. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه لخرق الأذن ويديرهما على المعاطف نعم. داخل الأذن ويلصق إبهاميه نعم بظاهر أذنيه هذا الباطن وهذا الظاهر ثم يفعل ذلك ثم يلصق إيه كفيه وهما مبلولتان بالأذن. مسحنا في مسح الرأس أن يضع إبهاميه نعم على صدغيه ويلصق سبابته بالأخرى ويذهب هكذا ثم إن كان له شعر ينقلب أعادهما وإلا فلا يعيد وتخليل اللحية الكثة بمثلثة من أسفل نعم أيوة. بمثلثة من الرجل أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية يعني كده يا مولانا صح؟ أيوة كده تمام يعني حضرتك تبدأ بالجنة مثلا؟ أيوة من هنا ولا من هنا؟ باليمين طبعا أفضل نعم. وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل أما إذا لم يصل إليها إلا بالتخليل نعم وجب التخليل فإن لم يصل إلا به كالأصابع الملتفة وجب تخليلها وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل لكن يجوز فتقها من أجل عملية جراحية نعم لو أسبوعين ملتصقين نعم. هو الرجل عايز يفتحهم ليه يا عم عايز يفتحهم عشان أبقى أغسلهم لا ما تفتحهمش نعم لكن أريد إيه نعم. أستعملهم عشان بزي الناس أفتح صح عملية تجميل مثلا نعم نعم. وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك نعم. والرجلين بأن يبدأ بخنصر يده تبدأ بخنصر وتفعل بخنصر وتنتهي بخنصر يبدأ بخنصر اليد اليسرى نعم ممتلئا بخنصر اليد اليمنى وهكذا إلى أن ينتهي إلى خنصر نعم الرجل اليسرى نعم. لكن يا مولانا حضرتك هو لو ما عملش كده أو خلل بالطريقة العادية خالف أي السنة؟ طريق لا لا أتى بأصل السنة في أصل السنة نعم في تمام السنة يعني لو هو خالف حضرتك يعني نعم بالإبهام نعم لكن السنة بقى نعم من أصل وجيب الشمال كده نعم لكن أصل السنة نعم يحصل بأي طريقة يحصل بأي طريقة لكن تمام السنة تمام السنة يحصل بالطريقة اللي ذكرها الشيخ نعم. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك والرجلين
والرجلين بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا أو اليمنى، اليمنى أو اليسرى. نعم لا بأس. نعم طبعا. بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى. نعم. خاتما بخنصر اليسرى، وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما. أما العضوان، أما العضوان اللذان يسهل وسلوهما دفعة واحدة فلا يسن في تقديم اليمنى على اليسرى. نعم. الكفين، جانبي الوجه. نعم. الرأس، مسح الرأسين. نعم. مسح الرأس الجانبين. نعم. الأذنين. نعم. إلا لنحو إيه؟ أقطع. أقطع. أو عند عذر في يده. نعم. يمسح إيه؟ الجانب الأول ثم الأيسر. نعم. وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا. جميل، لأن عندنا السنة تثليث المغسول والممسوح. عند الإمام الأعظم مالك رحمه الله الممسوح في الرأس والأذنين مرة واحدة، لا يسحب فيهما تثليث. الإمام مين يا مولانا مالك؟ الإمام مالك عنده مرة واحدة مسح الرأس، مسح جميع الرأس. الأولى الأخذ بالأحوط من جميع المذاهب. الإمام مالك عايز إيه؟ عايز مسح جميع الرأس حاضر. نعم. الإمام الشافعي عايز كم مرة؟ عاوز حضرتك ولو شعرة وثلاثة. ثلاثة أو ثلاث مرات. حاضر. واحد كم مرة، اثنين كم مرة، ثلاثة. يبقى كده إيه؟ نعم. رضيناهم كلهم. صح. ومشينا على مذهب. صح. والموالاة ويعبر وفي بعض النسخ والتكرار أي للمغسول والممسوح. والموالاة ويعبر عنها بالتتابع، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. نفترض أنني لو غسلت يدي، الهواء معتدل، نعم، لا سريع الهبوب ولا بطيء، نعم، المكان معتدل، نعم، لا حر ولا برد، ولا برد، المزاج معتدل، لا حر، جسمي معتدل، كم متى بعد ايه؟ نعم يجف بعد ايه؟ يعني لو قلنا مثلا قل ماشي ان شاء الله طولها 10 ساعات هيجف مثلا بعد 3 دقائق. خلاص يبقى الثلاث دقائق في حقك هي الموالاة. نعم. إذا غسلت العضو قبل بعد العضو بأقل من 3 دقائق تبقى تدب الموالاة، بغض النظر عن كونه جف سريعا كما نعم. لو كنت في مهب ريح. نعم. أو لم يجف كما لو كنت في محل بارد. نعم. يعني لو واحد عنده حرارة. نعم. وبيحط المنديل كده على جبهته وهو إيه. نعم. سخن. طالع من ماء بثلج. نعم. ما فيش دقيقة تلاقي المنديل جف. نعم. يبقى العبرة بإيه؟ بالوسخ. نعم. هي الفرق. وإذا ثلث فالاعتبار بآخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة. نعم. أما هو فالموالاة واجبة في حقه. فذكرنا بقى في الدرس القادم أن الوقت إيه؟ عشان نعم. تروح أنت. نختم بها اثنين وكم؟ طب ماشي ورانا نكمل الحتة الباقية ده. نقف عند فصل في الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. لا بس يكفينا عشان شروط الوضوء. حاضر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله في هذا المكان وفي القائمين عليه جميعا، وجزاهم الله خيرا عن قيامهم بنشر العلم، ونفع الله بهم. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.